يستخدم 90% من الأمريكيين سياراتهم للوصول إلى أعمالهم كل يوم. وبارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالن الواحد، فإن ولاية يوتا وجدت الحل. أسبوع عمل يقتصر على 4 أيام بدلاً من 5. الولاية هي الأولى التي تجبر موظفيها الحكوميين على الدوام لمدة 10 ساعات لأربعة أيام بدلاً من 8 ساعات لخمسة أيام. Many of these programs have been documented to show increased productivity. So if the employee knows that they're getting this benefit, they'll tend to be a little bit more productive and they'll tend to be a little bit more focused. For the employee, it actually is going to save you, as I mentioned earlier, 20% of your commuting costs and also time that you're going to be spending having to commute. So for instance, if you're spending an hour a day commuting, then you'll get that 1 hour back. محاولة التقليص من عدد الساعات التي يقضيها الفرد في المواصلات للعمل ليست جديدة، بل بدأت في السبعينيات عندما واجهت الولايات المتحدة نقصاً في البترول. تفاقمت المشكلة مع ازدياد الازدحام المروري. وبالإضافة إلى تقليص عدد الأيام التي يعمل فيها الموظفون، فإن حلاً آخر تتبعه عدة مدن هو العمل من البيت، الأمر الذي أصبح أسهل الآن مع شبكة الإنترنت. نيكولاس رامفوس يعمل في قسم تخطيط المواصلات في واشنطن ويساعد القطاع الخاص والعام على التوصل لأنظمة بديلة عن أسبوع العمل التقليدي. Currently, there is 19% of our workforce here in the Washington D.C. metropolitan region teleworks at least 1.5 days a week, and that's up from 13% in 2004. So, we've seen a tremendous increase in growth. مشكلة الازدحام المروري وارتفاع أسعار البترول ليست مشكلة أمريكية فقط. سيستقبل قسم التخطيط من وزارة المواصلات هنا في واشنطن وفداً حكومياً من دبي لمساعدتهم هم أيضاً على معالجة الازدحام المروري هناك. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.